أيها الحبل الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نحن نتواصل وإياكم ضمن انطلاقات الخير والبركة على أرضية هذا الميدان الذي يشهد هذا السباق المحلي الثالث في مرحلته الثانية ضمن أشواطنا المفتوحة في هذا المساء. انطلاقة هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الأعزاء هو الشوط السادس حسب الترتيب للثنايا القعدان. ينطلق هذا الشوط على بركة الله مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وهنالك أسماء وشعارات عملاقة تشارك وتندفع في هذا الشوط بحثا عن ناموس ونقطة جديدة في هذا المساء. نرى ونتابع مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هنالك الوزير مشاهدينا متابعينا الأعزاء ينطلق على المركز الأول، الوزير خليفة آل ثاني مع المرعب ناصر بن مسفر الشهواني الذي يدفع بالوزير في هذا الشوط. نقلتنا مشاهدينا الأعزاء إلى المركز الثاني، المركز الثاني هنالك شاهين على ثاني المراكز، تعود الملكية للسيد حمد بن راشد بن عبدان في ثاني المراكز. النقلة إلى المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء هنالك الريان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ومع المرعب ناصر بن مسفر الشهواني، نازل بخطة هجومية المرعب في هذا المساء من خلال اندفاع الوزير وترقب هنالك الريان على المركز الثالث. نقلتنا إلى المركز الرابع، المركز الرابع هنالك ظبيان على المركز الرابع للسيد حسن بن حمد النعيمي. النقلة إلى المركز الخامس، المركز الخامس هنالك الحاكم لهذا الزمان على المركز الخامس، الحاكم للسيد محمد بن هادي الدهن في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نداؤنا للخمس المراكز المتقدمة، الخمسة الأسماء التي يسمح لها بالنداء في هذا الميدان. أعود وإياكم مشاهدينا متابعينا الأعزاء إلى المركز الأول وإلى من يدير الأمور، هنالك الوزير مشاهدينا متابعينا الأعزاء ينطلق في المركز الأول بحثا عن الناموس وعن الصدارة، هو في صدارة هذا الشوط، ولكن الناموس حائر حتى هذه اللحظة، والوزير على الصدارة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ومع مرعب النفوس ناصر بن مسفر الشهواني الذي يرافق الوزير في عملية التضمير. المرعب مشاهدينا الأعزاء سجل في هذا المساء نقطتين، يبدو لي نقطتين، نعم المرعب، ويبحث عن النقطة الثالثة في هذا المساء من خلال هذا الاندفاع الكبير، الانطلاقة المتميزة للوزير وهو يحمل لنا هذا الشعار، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. هنالك المركز الثاني، هنالك شاهين للسيد حمد بن راشد بن عبدان، هو أيضا يبحث عن نقطة في هذا المساء وينطلق في شوط للأقوياء. شاهين على المركز الثاني للسيد حمد بن راشد بن عبدان. المركز الثالث هنالك الريان مشاهدينا متابعينا الأعزاء يترقب الموقف وينتظر الانطلاقة من قبل المضمر ناصر بن مسفر الشهواني. الريان هو أيضا يحمل لنا شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. نقلتنا إلى المركز الرابع، المركز الرابع هنالك الحاكم، غير من المركز الخامس إلى المركز الرابع، الحاكم للسيد محمد بن هادي الدين، بينما نقلتنا إلى المركز الخامس، المركز الخامس هنالك ظبيان للسيد حسن بن حمد النعيمي على خامس المراكز، وهنالك أسماء وهنالك شعارات بدأت تقترب، ونرى المركز الخامس الفايز غير وبدأ يدخل عالم الإذاعة الفايز للسيد جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري. ولكن أعود وإياكم إلى مقدمة الشوط وإلى الوزير، إلى الوزير مشاهدينا متابعينا الأعزاء، بعد أن قضينا نصف المسافة
ويتبقى مثلها. والمرعب المرعب ناصر بن مسفر الشهواني ما زال متحكما بزمام الأمور من خلال انطلاقة الوزير، وهذا الشعار شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، شعار غني عن التعريف، له ثقله ووزنه في جميع الميادين. الله يا الوزير يا الريان، الريان والوزير والمرعب ينافس نفسه بنفسه من خلال هذا الانطلاق للوزير، وترقب هنالك الريان على المركز الثاني. الله يا هذا الشعار، يا هذا الشعار يا الخزاعلة بدون مجاملة، شعار له ثقله في جميع الميادين. هنالك الوزير على المركز الأول والريان على المركز الثاني، فلله درك أيها المرعب. بينما النقل إلى المركز الثالث، المركز الثالث هنالك المحيط، المحيط بدأ يتدخل في هذه اللحظات لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والخطورة دائما تكتمل مع المشاغب محمد بن خالد العطية. النقل إلى المركز الرابع، الحاكم للسيد محمد بن هادي الدين في رابع المراكز. المركز الخامس هنالك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وفهد بن حصين النعيمي في عملية التضمير. أعود وإياكم إلى مقدمة الشوط وإلى الوزير، إلى الوزير مشاهدين الأعزاء على المركز الأول، الوزير في الصدارة والريان هنالك في الوصافة، والشعار شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني هو من يسيطر على المركز الأول وعلى المركز الثاني، وبرفقة من؟ برفقة المرعب، برفقة المرعب، وعاد لإنجازاته. وأتوقع والعلم عند الله ثم عند المرعب بأن الوزير سوف ينطلق من هاللحظة، من هاللحظة الله، لأن المحيط قادم، قادم لا محالة، قادم بكل قوة. في المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المشاغب محمد بن خالد العطية. الله الأمور بدت تشتد، والصراع هنا على أرضية الميدان، الكيلو ونصف الكيلو الأخيرة التي تفصل الوزير عن خط النهاية، والوزير ما زال يدير أمور ومجريات هذا الشوط. وشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وناصر بن مسفر الشهواني هو من يرافق، هو من يرافق الوزير في عملية التضمير. ولكن المحيط، المحيط قادم، قادم المحيط في ثاني المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ومحمد بن خالد العطية مشاغب المضمرين، ينطلق مع المحيط في المركز الثاني. بينما المركز الثالث هنالك الريان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وناصر بن مسفر الشواني في عملية التضمير. المركز الرابع هنالك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والخامس فهد بن حسين النعيمي. فليعذرني صاحب المركز الخامس، لأن هذا الكيلو هو كيلو الامتحان وكيلو الصراع وكيلو يجمع هذا الشعار الجميل، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ويجمع عمالقة المضمرين ناصر بن مسفر الشهواني ومحمد بن خالد العطية مع المحيط والوزير والريان على المركز الثالث. فمن يكون صاحب النقطة في هذا الشوط وفي هذا المساء؟ هل المرعب يسجل النقطة الثالثة أم محمد بن خالد العطية؟ لديه رأي آخر، ولكن الوزير، الوزير لم تصدر عليه أي أوامر حتى هذه اللحظة والخمسمية متر الأخيرة. وهذه الأعصاب، إنه مرعب القلوب، مرعب القلوب والنفوس وصائد الكؤوس والذهب. ها هو شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ولكن المحيط، المحيط غير الأمور، غير الأمور، والوزير يحيط للمحيط والمحيط ينطلق. ولكن الريان، الريان والمحيط، المحيط والريان، والشعار لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والمرعب والمشاغب، المشاغب والمرعب، المرعب والمشاغب. ولكن ناصر بن مسفر الشهواني، انه المرعب، يزف الناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز
الريان في المركز الأول ونجحت خطة الشهواني في هذا المساء. المركز الثاني المحيط أتى بثاني المراكز لسعادة الشيخ القاقا بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر محمد بن خالد العطية. المركز الثالث الوزير أتى بثالث المراكز لسعادة الشيخ القاقا بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر ناصر بن نسر الشهواني. المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المختوم مع المضمر فهد بن حسين النعيمي. وخامسا أتى بالمركز الخامس شاهين للسيد جابر بن حمد بن مسعود. تهانينا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نزفها لكل الفائزين في هذا الشوط الذي شاهدنا فيه المتعة والإثارة ما بين المحيط والريان والوزير. هذه الصورة الجميلة والمعادة أمامكم والواضحة من خلال مخرجنا المتألق أحمد الحمادي بوطلال بيعطينا هذه الصورة الواضحة والمعادة. لحظة انطلاق المحيط وتسلل الريان الذي انتزع هذا الناموس وهو يحمل لنا شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. تهانينا له على هذا الفوز وتهنئة موصولة لمرعب النفوس ناصر بن مسفر الشهواني. التوقيت الزمني 9 دقائق 28 ثانية وعشرين جزء من الثانية هو توقيت الريان. أتى في المركز الثاني المحيط قاطع المسافة بتسع دقائق وتسعة وعشرين ثانية وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ولمحمد بن خالد العطية. المركز الثالث الريان، تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على هذا الفوز. تسع دقائق تسعة وعشرين ثانية وثمانية عشر جزء من الثانية والثاني.